السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد بن نيس الملقب بمولشكارة. الكل كيعرف أننا كنا حطينا في القناة آخر حلقة بسبب واحد الهجوم تعرضنا له في القناة الرسمية ديال اليوتيوب، ولكن بسبب التضامن ديال الشعب كنقولوا بأننا راجعين بقوة. من جهة أخرى بالنسبة للموضوع ديال اليوم اللي هو هذا الاستغلال ديال بعض المدن ولا ديال بعض المواطنين في الصيف، فكنقول لهم حسبي الله ونعم الوكيل. كتكون غادي انت والعائله ديالك دير واحد البروغرام، باغي تمشي لواحد المدينه معينه سواء في الشمال سواء في الداخل سواء في اي بلاصه، وكدير في بالك بانه عندك واحد لاصوم غادي تدوز العطله مع ولادك، فاذا به كتكتشف بان مول القهوه كيستغلفك ومول الكره كيستغلفك والغارديان كيستغلفك واي واحد كيستغلفك. فلهذا هاد الناس انا تنوصل لهم رساله واحده بانهم ما تعطوش صوره زوينه على المغرب، ولا كنا اليوم غنجيو لهاد المدينه وفرحانين غدا بعد غدا ما بقيناش غنرجعوا لهاد المدينه. علاش؟ لانكم نتوما كتستغلوا غير المواطنين خوتكم بحالهم بحالهم. زياده الاسعار، فانا تنقول بان هذا الدور ديال الاعلام، اولا الدور ديال الشعب المغربي، وحنا كنشوفوا واحد الهاشتاغ اللي تصدر طوندونس، واليوم المواطن المغربي كيوصل رساله او كيتواصل مع المسؤولين برساله حضاريه اللي متحضره، اللي ما فيهاش لا سب لا شتم. حنا تنقولوا بان الدور ديال الدوله والدور ديال المراقبه، لانه لو كانت المراقبه ولو كانوا هاد الناس اللي كيزيدوا في الاسعار على الناس وكيستغلوا الناس، لو كانت الدوله دايره خدمتها، فكنظن بانه هاد الناس غيكونوا اقل حاجه مرعودين. يكون واحد القانون، ما كنقولوش يعني غتراقبوا بالواحد بالواحد، ولكن يكون قانون. فملي كيكون قانون ديال الضو الاحمر الا قطع شي راه غتخلص، كذا هو مثال. يكون قانون ديال اي واحد استغل المواطن وزاد في الاسعار، ربع المرات قرعه ديال الماء كتشريها ب 400، علاش؟ حيت هو قال لك جا حدا البحر، وانت جيت حدا البحر وانا عطشت، انا مالي؟ انا خاصني نشري القرعه باش كاينه في السوق.